لان تعيش المؤسسات التعليميه بجهاز تبني من الخنفرة على وقع واحد الديناميه ديال الدعم التربوي خلال هذه العطله البينيه. كتعرفوا بانه الدعم التربوي واحد المقاربه تربويه معتمده اثبتت نجاعتها بالنسبه يعني لمساعده التلاميذ المتعثرين على تجاوز التعثرات ديالهم وعلى ايضا تطوير وتجويد التحصيل المدرسي. والدعم التربوي اليوم هو واحد العمليه التربويه حاضره بقوه من خلال خارطه الطريق 2022-2026 عبر مجموعه من الاشكال وعبر ايضا مجموعه من الامكانيات المتاحه، سواء الدعم التربوي عبر مقاربة الطار أو الدعم التربوي المؤسساتي المندمج أو الدعم التربوي الرقمي. اليوم الوزارة لقت واحد المصطلح مهمة للدعم التربوي عن بعد، لذلك قلت أنه اليوم كاين واحد الانخراط كبير على مستوى المؤسسة التعليمية بالجهة بحضور ديال التلاميذ والتلميذات وأيضا بمشاركة وزنة للأطر الإدارية والتربوية، مع أيضا حضور شركاء سواء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو طلبة المدرسة العليا للأساتذة. إذن قلت هذا الدعم التربوي هو أساسي لمساعدة المتعلمين المتعثرين على تجاوز المشاكل أو الإكراهات أو الصعوبات الدراسية اللي عندهم، ولكن أيضا يساهم بشكل قوي في الحد من الساعات الإضافية المؤدة عنها اللي كتكون خارج المؤسسة التعليمية وللأسف كتحد من مبدأتك في الفرص. إذن الدعم التربوي المؤسساتي اليوم المجاني آلية أساسية لتطوير الفعل التربوي وتحقيق مدرسة الجودة. الآن مع